وفي حياتي شغنا قد ما أقول أقول أنك شيخو كان ينوي أنا ويفرع كانك من كلمة الزيادة مستانية نتفل تقني فجوار الناس من أبو شيخو يدلو كان لا فرنغاني كان لهم دي يوفرع كان أو لا أليك سكا كان لهم كا ولي نيكتن شيخو كا ولي كان أليك سكا سومو مهل هذا عليك سكا منا أن يغنو كامو ما قريب من جوال معاني كوني لبست شعب دكر العمر عليه لك هنا شعب دكر هذا لك ويك عز الله عليه لك هنا جاد أطمنا الزمن الأول الزمن الأول وقت فلولا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة كلا صلى الله عليه وسلم كفنا صحابة وقواتهم توجهت بنو أمية لقتل ابناء سيدنا علي بن أبي طالب وهي لكون يوم ابناء فاطمة الزهراء يوم يشي سيدنا علي دون مكة وصالين كما نقول سيدنا علي دون فاطمة الزهراء دون فاطمة حديث عن رجال المسلمين عندهم واتمي أمي الكاف من أمي الكاف من سلام يوم ولا تموب لو واتي برا يوم يشين إن أفهم بس كلام مدون لما هو يفعل كلام من قلب الإمارة عاد عند أولاد العباس كفى يوم وين هناك كرا في عباس الكاف من أمور العباس عم سيدنا علي عباس مين سيدنا علي بعدين دول ف بلا كده أولاد أولاد عم؟ لا ودوم بنك أولاد 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 عم؟ أولاد دوم بنك قفلة ما دوم عقبهم مدلي يوم أولا يوم العباسيين ينتقموا من الجمويين يا غارف الآخر مدلي توجهوا إلى أولاد سيدنا علي بس لكن هو بنا يوني في أمورين مما وما فهو يكجل فرق كله لو كفه يوني في فنا سنة عدد مدوم منه قال واحد ساعة ذاك زمن إن قال إنه مضيف له البيت والله قاعد يساعد مولو عليهم فرقوا الوقت له منهم لكمان يدون كمان يدون بعد دوك البيت دوكو فوق على البيت دور دور والماء أكونت ولم دور دوكو ولكمان وقت منهم قال قصد إن قال فيها قصد دوكو أشي رقمان أرزو لكو أراء أمية أمية بنو أمية اللي كانت عندهم خلاف الأولى وقال كل باي بنو أمية معذورين إن قتلوا كو أمية بنو أمية كو حكيتو بسيكا كوية نوية فعليك لا أرى لبني عباس من عزو يعني بني عباس كو نوية فعليك أتي 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 حكيتو يؤلو كاين نحن حكيتو تي يؤلو كاين وتفهم خطوة لا ينوني لك أتي فهم أرى أميتها أكو أميتها كانوا مقتول معذورين إن قتلوا هكي التأب سكتوا ويهنوا ويهنوا تجلوا سرينك بنو أميتها أدام أنه يفق عليك أبس سكفتهم أمي لا فتاة أنه يفق عليك وبس سكفتهم أكوني بنو أميتها كانوا يفق عليك أرى أميتها معذورين إن قتلوا إلى عدو إن يقتلوا أعطيهم عدو إن يقتلوا أكو من أمية تلاقاو نقولوا سيدنا علي نقولوا سيدنا علي دون فقا وبسيقا قاما قال ما قدونا عذروا أولاد العباس يقتلون من العباس دون يا سيدنا علي دون فقا وبسيقا قاما عند سيقا قاما هذا يا غالي اللي تحته من فورا من سغلا من ينبع أكرو سيدنا علي سيدنا علي يوم أسر أبا سفيان إيه أبا سفيان من الأدوني سيدنا علي بن سيدنا علي بن
هل تمشي هذا النهار من نهار معنا ودنيا دون بادي عاد تمشي القلوب بو دسكون فندو كي فندو فندو كي راك دسكون ولا فندو ريت دسكون كونو كابو ليه يجبرهم بنو مية يومهم نيب بنو مية راكو يوكا دونسو قلت له ولاد سيدنا علي قال قال الساعة النهار نقدروا نعايرهم عندهم موجب عندهم حقد قديم هو ومية راكو نقولوا يا سيدنا علي جون فقاو تسيقا فامو كذاكا في قولي في ما يقاله للجواهر أقول ممكنو من بين الجواهر المعارف القانوني ولو يلا ولا معذورين إن ضحكوا ممكنو نو يلا من بين الجواهر المعارف القانوني ولسه قفاهم كيف ضحكوا إلى الزراب للجواهر والله كذبوا والله عدوا ما هو صحيح نو يعني المنطقية وعمقو بلو كمباية ونكري مع عذورين إن ضحكوا ولا أرى لمريد الشيخ من عذوري أكو ممكن ونوية جوائل معين قرنطيقية وليس قفهم ماشي أبتالي كاكرا ديوك جوائل معين قرنطيقية وليس قفهم تقول ممكن تلامي الكرة ما عندهم عذر ماشي أبتالي كاكرا ديوك نوية جوائل معين قرنطيقية وليس قفهم حقيقة سيكا توقيا بدا ولا معناها مقرو احنا التجاني ان كان معكم اسوأ اي سند اسوأ اي سند تجاني ما هو ما ابن الدنبية تجاني يرى اما لك انت سندو ما لك سندو سندو اما لك جوار معين قوم تجيا اكانك اتجين تجيا رمين بعد اكا من اهيك اني قولي لان التجاني تجاني يو استبدأت من الشيخ تجاني هذا من الشيخ تين لله وتفرعت تعقبت التحد ترجع متحدة على الشيخ تين حتى رب المفروي كفى قلت لك الشيخ تين لله يلا يخرج تجاني عند الحق يقول لي يا غير حد تجاني هذا اللي يسلم له خلاص إما لك يكسر دوما لك يكسر دوما سلميني أي تجاني يقولي يكسر دوما لك يكسر دوما لك يكسر دوما لك يكسر دوما لك يكسر من يبغى أن يقوم بها إذا كان قد تجاني هذا يبغى أن يقوم بها إذا كان قد تجاني هذا يبغى أن يقوم بها عود هامك تنقذ شجار ماني سابق تواتلك خرج لك من التجاني حد يصلح لك نقد سابق يقوم عندك من تجاني يبين نقوم بها تجاني هذا يبغى أن يقوم بها كابوني جوار المعالي انقلون تجيا أي وتيتا قاية تقول كلا جوار المعالي وحد ينجاب وسلم الشخص يعني جوار المعالي أدلال الشخص يعني يرمينا كفلقا نتي كان هذه الشخص يعني ما وقع عليك شخص يعني يابر النقل كامل ذاك شخص يعني يابر النقل خيرك فصوه في جوار المعالي ما أبور عدد لا هي أبورنا قال تقول ما درس ما تسيان كذا بوتيان تيان يا تيان كني ما يبغى كافر جوار ما يلا تقول بعد بعد شخص تيان من شخص تاني كوالدي قال وانتقلت عنه قال وانتقلت عنه شخص تاني هو انتقلت عنه أفورك أفو قال أفو هو كتابي وأنا ألفته أفو نينا كسبنا نينا ديا عدلا أي جواهر المعاني لا جواهر المعاني هاي اللي هي قالت شخص ثاني يعني ما كان فوق لا يعني بها نفسه أكان داير ما
قال اللي قايلها محمد صلى الله عليه وسلم. أقول ما يفكر. هو كتابي وأنا ألفته. الشيخ زايد ما كان يفهمني ما كان يقول لك أسمع كلا صلى الله عليه وسلم الزكوت جاء وكلا صلى الله عليه وسلم الزكوت عليك سلم له عليك. قلت عن الشيخ تجاني وساعة ذات ولا تعرض لها لا تعرض لها رأي. نيو كم كان أقول لك الشيخ تجاني سوء الجنس رأسي فانتان لالي وما بسوء عليه. إحنا 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 طريقنا أصله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا طريقنا نصله يسير صلى الله عليه وسلم. ونشيت عليه الشخصيان. أبو راس الشخصيان ذيك هذا الكتاب جاي معه الشخصيان قال إنه هو قال إنه هو نقاله وقال إنه مسلم اللي فيه كامل. وزعل بإذن منه وراضي كامل. جوال معي أدلة كنا وياك الشخصيان تذكره. شخصياني فوق شخصياني يا بولنا قال أجنو في مبالا أجننا بي محمد صلى الله عليه وسلم قال يقول كتابي وأنا ألف كلا صلى الله عليه وسلم قل لي كثيرا دولي لي أجلا ممكن يكون في كمين كلا ما سنعجل كلا ما سنعجل بوغن يكون كثيرا كما تبني جوائز معي كتاب سبين اللي يبقي ينعنى بي كل بلد يسوي معي لا يخالف الكتاب كتاب تيجاني جلاني يبقينا نعناوي كل بليد فيه لا كل بليد لا يخ فيه خلاف لا يخالف فيه جوازات. أقول. مش مع جوازات. تيجاني أسرة تومه. نيم ما نلف أمك أمك بارك نوي نيم بوكونه أكان جوازات معني سوسو. نعم جوازات معني سوسو أم بمناني كناي والله. بليد بليد هي خالد هذا الكتاب معنا ني سبعين ني يورو دوالا من الشيخ الثاني كما كان صفر جوار معنا وقني عن تلاني في نوع أبدا ما باطل ليه بصروا عم بمين مي جوار معنا إن شاء الله شدنا لنا حاكم جوار معنا على رباط سريعك وحام كليك عمنا نعمل بيه نعدلوه كبارك ناي على عم يبارك ناي واللي جزنا عنه ناندسرة عجز ناندسرة مين ناندسرة ودسرة يا أربعة المعتقد والتوجه والرضا به والقبول والتسليم يا كبر العم إن شاء الله دغنيات دافلي أني كجناي أو كبارك ناي كم وفهم بكم كاملة كثيرة تجيا كسبتي ولي بانك إن شاء الله الطريق مين طريقين؟ الشروط اللي عندنا فيها شرط منهم ما نقول له مين طريقين؟ ما تنبغي يكون عن حتى اني لونو تي ظاهر لونو كان نقول لونو مسلسل من الشيخ التيجاني ومن خلفائه الى اهل المجرى سلسلة بتاع الشيخ التيجاني انا كخليفه هو كسي اتيلا مغما ني كليني جاي دغلات ما مابو مين توي جنت كاني اي هو اللي قال مين دي فوراني شروط لا بد من شرطو واجبونا شرطو يا واجبين على دراجاتي وكيف تشوفوا؟ كلهم درجة اللي هو عليها وعامل بيها على الصفة اللي هو بيها شرطهم وكلالين دلهم اللي خالفوا يجدد واللي خالفوا مرض الطريق واللي خالفوا كذا هذا موجود عليه وكلالين دلهم مين سوسو مين كان كأكوراية إبا كوراية مين كان كأتاكوراية إبا تاكوراية نقبل طريق عاد الأمور اللي يمرقوا من الطريق يمرقوا على خير. نيم ما من يوردي منا نيجي كوكي نيم بيلعبوا كابو طريقنا ويبولين على.
بطالب وعدل الامور اللي خالفه ويلزم التجديد يا الله يجدد ني مامي وري تا شرط دوسو ني او كرا سربوي يكان كوريا يكان كان اي كوري كوريا مني تجديد بالتوبه والاستغفار والرجوع يلا عدل ني مين فنكت لا كوريا لا كوريا دي كالاستغفار وكتوبي كشيكو يبو فلك كل موضوع عنده 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 المقابل يكولي يكولي كلمة كلمة أن يمين كا وبيه من اللي بعثه لا هم عدد الرجال بجروته ماشي بلو هم عدد الرجال بجروته ماشي بلو إنه عنده هو عدد هو والله ما هو يجد في التاريخ ما هو ألف ميتة هذا ما ونينا ما سمعوه وعلينا ما أدراه الرجال ما عجات الطريق مع المعول المعروف اكو تداول صحيح ثابت كافو مو بي طريقه دي كاسورو بون يكان كادي ني تشوبني لو سابتي لين بيبولو ني اوتي يتسكا طريقه دي دي تكنو اما ني امامه هذا المسلسل الظاهر يصير سليمين بكلكا هاي جماعة سماوية حموية دوكو وهو متحتم على التجاني جامعي أبي التجاني يا بريكا غير حين بعد السماوية متحتم علينا من أنقل يا حموية أبي أنقى قصري إن كان عمو الله كذلك كان عمو الله هار هاي الطريق أيران طريقينا وهي الطريق الطريق كاب الطريق شخصيا كان عمل الله شلون عمل الله الطريقة كان ينبو كابر خواص بري بري بو يعني كريم كريم اليوم جعلوا الشيخ شيخ عمل الله شلون عمل الله وكي جيب ابتدائي أمرهم وكقول دم لنا دامري انه خليفه الشيخ تيجان وكقول دم لنا بشار حماه الله وكشيخ ثاني كخليفه دي الشيخ ثاني كان يقول غيره الشيخ ثاني كخليفه وكبير تملك يستمر وكتورا وتغلا الين فوقنا اعتقدوا ان الشيخ عيم الله هو الشيخ سيدي احمد التجاني بعينه وبمعناه. وطورا وطورا كفشيرنا عمار الله يشرح ذلك خليفة. وطورا لفوق قصوت لنا كنايك كفشيرنا عمار الله وللشيخ التجاني الجاتي يريري. وأن الشيخ التجاني نفسه. كفشيخ التجاني فنه. هو الذي قال للشيخ سيدي عمار الله. قال لك الشيخنا أحمد عمار الله وما. أنت لست بخليفة. أكو إثنك خليفة. الشيخ التجاني كفشيرنا عمار الله. شيخ ثاني كتورا حماه الله وما إذن لك خليفة إيه ليه ليه لأنت بيوحدة إيه وكي ليه شيخ الثاني اللي شيخ حماه الله قالوا هم اللي هم شيخ حماه الله ما بدأ الشيخ الثاني اللي يقول شيخنا حماه الله وشيخنا حماه الله وفنا فكرة نوي اللي يقول شيخنا حماه الله شيخ الثاني شيخ حماه الله اللي هرب هذا شيخنا حماه الله من كون يرى من كون يرى شيخنا حماه الله منا الأول استبدأ به ذلك المسلسل الظاهر شيخنا حماه الله يا كفو دم عن الجميع سلسلة من الكنكة شيخنا حماه الله كفو دم عن الجميع هو ذلك اللي نعطى عنه مستسل فوق أنا بلا سيسانا لي ما من بنا شيخنا حماه الله كفو دم عن الجميع وسلسلة كريم دم ديما ولا ما اسمع ويا وما نفهم شيخنا حماه الله شيخنا حماه الله إنه شخص يعني جد أنكو كشغل حمار بكو شغل ثاني كما لست بخليفة إيدي نبا خليفة إيدي ندي إيه أوكي لنهي لن تنعم الله شغل حمار الله شغل حمار الله وكتر نوخ أنا كشغل حمار الله وما إيدي شغل ثاني إيه يصير لي أنا بتها نكون إيه بتها تم شغل حمار الله جاء مسلسل من شغل
كوكولي تقول لا هناك وتا شيخ رحمه الله اكسل سلاله لا سلاله لا نبا هو عندنا ولي ودي بابولو هو في نبا او سلاله دي بي سي سا نقولوا اما هو انا فلان مقدم امي مقدم تقفو ودينا نقبوني مقدمين دولا مقدمين دولا وقال يا شيخ محمد الله وجل. الشيخ سيدي محمد الاخضر. الشيخ محمد الله وقال يا شيخ سيدي محمد الاخضر. الشيخ الصغير ابو طيبه. وقال الشيخ سيدي محمد يا ملك ابو الشيخ الصغير بلا. انا الشيخ سيدي احمد الشيخ الصغير يا ملك ابو الشيخ سيدي احمد التجاري. محمد صلى الله عليه وسلم. الشيخ سيدي احمد التجاري يا ملك ابو انتم سيدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هكا السلسله. وهذا المسلم. مين سميرين تطور طفع كان أصله على هذا سميرين كم بين شو ولا وتطور عنده مسلسل واحد ما أيه أنا مسلسل ولا كرا أبوه مين سميه أم فلان الله فلان ما حد من هذا المقدم من الزمن الجو أمي كلمي نقوم بمقدمة ما هو أمنا نقوم بمقدمين لله أنا شيخنا أحمد رحمه الله ومقدمي يملك أبو شيخنا أحمد رحمه الله وجل أنا الشيخ سيدي أحمد التجاني شيخ رحمه الله ويملك الشيخ سيدي أحمد التجاني محمد صلى الله عليه وسلم الشيخ التجاني يملك محمد صلى الله عليه وسلم وجل هذا كفر هذا من فناء السلسلة السبتيلية صحيح هذا أصحى لين وسبتيلة يا غير ما هو اللي بس كان بسولك أصيل. مقدام بيتني مقدام سيتني دي. وبين مندي أنا أنقول لك مين فو. أوليدي مقدام وبيد أوليدي. مسلسل الثالث. مسلسل سبنا. سلسلة سبنا. أنقولان حد الناس. مقدام ذلك اللي أمره ويمنا. عن الشيخ سيدي أحمد حمه الله. ويمنا أبو شيخنا أحمد حمه الله. عن محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ وسلمنا. شيخنا حمه الله ويمنا أبو أنكم تجي محمد صلى الله عليه وسلم نيني. المسلسل صحيح هذا. من فلسطين سلام سهل عنده أصابة لندو. يا هذا صحيح هذا ما في يا قال المسلسل هذا هو اللي موجود عند الناس في هذا الكلام. المسلسل لون ونص أصابة لندو وسهل لندو. هنا هنا تاوتا أمي بارك يعني سلسلة فلان ده أمي بارك يعني أودي لو مقدمه بلو أودي جنس أودي دي مهمة هذا مسلسل سلسلة أنا شيخنا أحمد رحمه الله سلسلة أم بابو شيخنا أم بابو أم ناك أبو شيخنا حمه الله أنا الشيخ سيدي أحمد التجاني عم محمد صلى الله عليه وسلم هذا حقيقي صحيح هذا كافو شيخنا حمه الله الشيخ سيدي أحمد التجاني كلا صلى الله عليه وسلم ني سهل الواسطة كده. قال نواصل يظهر بل من هو صلى. قضية ما يفهم. ني سهل سهل له. ني ما ينسى كفوك ني أجيب سير توصلك لشنو؟ ني سهل له ني أجيب بس سهل له تيجي له. من ني ما ينفع عليك سلسلة ندي أي نسوله تقولي أي سلسلة نسوله تقولي. مسلسل ثاني مسلسل سلسلة فلانة كيف؟ وفلانة بيقول عن شيخنا عن شيخنا حماه الله عن محمد صلى الله عليه وسلم هذا ما في تشكك كله سلسلة فلانة يقول أمنا شيخنا حماه الله ولا شيخنا حماه الله يا أمنا أبو أبوك كرافة يا غير الدعي لا وفلانة اتصالك له؟ وفلانة السهل له السبتين له من أمي بيكا ولي من سلسلة ولي يهلا يا غالي احنا نوصلوه لا بد من نجيب ودلة لهن نوصلوه فيها من سلسلة فلانة هذا الظاهر وسهل عنده وسبت عنده من ما من بيكا ولي أيرا لا أي صورة تغدي وصورة تغدي ولي فاني أم سكا مين فو أنا نقد نقول بقى نقد نقول أنا بو يمسكا مين فو أنا هو في الطريق بو يمسكا فو أنا دي طريقة دي كسامة أنا غلان كسامة عن الشيخ رحمه الله كبو بويا كترى عن الشيخ تجاني كترى الشيخ رحمه الله كترى الشيخ تجاني ما كترى كترى صلى الله عليه وسلم يقدر نقول لرجال ثاني أبشر كفوم بقولي فلان أنا بقول أعطيك بويا يقول نب بويا يقول لي ما يعطيني أنا أقول لا كسر يا دين بويا ما أنا
الشيخ رحمه الله. الشيخ رحمه الله ياكي. أنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفرع الشيخ رحمه الله أنكو تجي محمد صلى الله عليه وسلم ياك. محمد بيعمل بس صحيح. يمسك بارك إنه يبارك إني يمادي فرع سهلنا. يا قرانا. مي عليه. لا لين قال أنت هذا بصل أنا أعطيه محمد عبد الرحمن محمد عبد الرحمن أعطيه له الشيخ رحمه الله هذا ما يجي في حد كذا ذي غار معروف. ني أفرع ني إيه أفرع بوي أي نصر يا رجل بوي تجيه إنه بوي محمد عبد الرحمن كشاء بوي كمقدمية. محمد عبد الرحمن فانا الشيخ رحمه الله ونهاية كاي نجيه له لابك لك أزوني له لابك لك حد لا يجيب شيء ما أعطيها تبصيف على الشيخ نعم والله ما هو مصدق فيه يقول لك أنا مصدق فيه أكو مغوري إبرا نغوري يرلا تغري أبو ولي إبسك يبا الشيخ نعم والله ولا مين يبا الشيخ نعم والله ولا كابو صار جاتبا مين تنتك أنا يجيك لا تعود الله بالمشاهدة أنتو تيجيها كذلك أمسك الدمان التي تجيء، وني أكل لا مغوي شغلة حمار الله ويني أيادي ما أمسك ولا تي تجيء، لو أنت أنت تي تجيء؟ يلا ينزل. نين كان كفامو، مغو كان كني ميو كان كفامو. يا الباصات يقول أنا ما هو مقول. مغو كأولي دورة كفو نبي طريقة دي تندرو وشغلة جنتكني. هذا طريق المسلسل عن فلان عن فلان عن فلان نين طريقين أبدا شغمي نياتا كبو نيامنا كبو كسر لا كسر منا كبو كسر لا وفرا منا كبو لنا سلسلة جيلي نين نين طريق السجاني أنك جاني طريقة هذا يالت السجاني كامل يعظم هو هو اللي عمل كامل جاني يو بي كان كارون كفو نين نبان جاني يو بيقولو مرة ثانية ما بعد هو اللي استعليت تجاني ولا هو اللي نفاق نفاق بو قولك نوكرا تشوغو ويرلا مين تنية تجاني يقولي مسجين ينكا أمانتكا كتا نتاكي تشوغي وتاكي تشوغي وقال طريق نحن هاي تجاني هنكا نين طريقة تجاني أفورا على قالت عن الشيخ تجاني قال زي الشيخ تجاني الشيخ تجاني يقول على من أخذها من يوردي منها يعطيها ما هو عن الاسم نما من ينم طريقة منها إفنا كرا إبادي قصر دون كبرو لم تدارك صاحبها عناية لا يموت إلا على كل خدمة ني أدكا جانتونا ما أصرو أبيسا أتقل أقول سأكون نغوير كام أي تدارك عناية أي بالتوبة والرجوع على ما هو عليه. بون ن أتكلموا فوق أكسيجاكو أكتوبي أكسيجاكو أكتوبي أبي مين أكو أكو دبلة أكسيجاكو أكتوبي. شو تاني يعني؟ المرها ما ما تقبل ولا عن مسلسل معروف معروف. من طريقين أبيت سلسلة جيلين دكا من دكينكا الدنيا لو أبيت 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 أبي بوري. من أخذ هذا الموضوع من الفقرات اللي يعطيها يعني ولا من ما تدارك عناية قدانية ويتراجع عن ذلك لا يمكن إلا لك أقول نما من يه أتعير ما دروك كي إبادي قصر الدون تيبور نتورا وشغولا ني ألم فراكيكا كسيجي فوي كتوبي ني سارا إبسرا إبسرا كنا غيري كا طريقو وشيوكو يود لتشومي وكان كاتا وتشوري لا ومنيا وتشوري لا الناس مغو ما يمتحكم به والطرق يكون بالأوامر لأهل الطرق بأوامر أهل الطرق ما يمتحكم به الطرق يكون بأوامر أهل الطرق اللي أسوها ذاك اللي تبعنا تتحكم الطريق ليش مش انت على الشهادة ما تتحكم الطريق إيه ما هو ما هي الطريقة منا أتقول ما هو يا بلا شغلي ني إيه أتا وشغلة كبارة كني وشغلة طريقة يقولوا من نما كني وشغلة أتقولوا كيف تقول شخصياني شخصياني
سأل عن طريقه. قال لك طريقه. ما تنقضوا على طريق ولا تنقضوا على طريق. أتي فرقة طريقة طريقة ثلاثة فرقة. ما حد عنده طريق ودو طريق هو ما يقضوا عليه طريق. في عدو ذات عدو سين غرب المهم مرد لهم على طريق. أكو ني إلي شخصاني كطريقة ني ناس كنا الطريقة بيقولوا طريقة وري بيقولوا كفروا يبو إبلا ولا إلي شخصاني كطريقة ني تيزا طريقة إبلا شخصاني كطريقة ديما وقال الموضوع أكو يورو وري كنا من المقدمين ورد الخلفاء أكو مقدم أقوله أكو خليفة من خارج الشرق و مي يعني شرطين فو كون غنيا كيف شو قلت في حد عند الذين يعطي ني لونو بي ما بولو ني شقة طريقة مقدم الله خليفة مقدم هو خليفة وجاء حد كان عند الطريق وقال عنه دون الطريق مولونا على برا طريقة بو تجيلا مو بولو كفور من كابي جاني طريقة ني ولا حد من عند الطريق أما دغو خليفين أو مقدمين أما دغو على كفو طريقة بغير يقولوا كفو يعني ذاك الإنسان أعلنوا ما يجد يطيال أن يتخلى عن الطريق مقدم هو خليفين أكام أن سيقى ديما فو طريقة من يقولوا في كوبلا ما يجد يتخلى عن الطريق بقوتي إلى مقوم سيقى طريقة إبلا ولا قد يطرح ذاك من الحج أنور لين طورا مقدمين أو خليفين أنور لين طورا على أكاور دي دام ماذا مقدمي هو خليفة ومصنع ما كم الله غالبه دوين نور لالا النور لين طورا على يعني أكيد أبو كي سبقى عنده والله حنان الله يسي وأكاو أنه مخلص في هذا هذا قال الشيخ التجاني علمني اللي على هذا رفع عنه أجعاد خليفة رفع عنه إلى عاد مقدم رفع عنه إلى عاد ماذا قال الماضي أكو أتي إلى مغن نور لالا كاكا طريقة داما قال الشيخ كاكا طريقة بلا نور لالا قصوري كوفي مقدمين هو خليفين أهينا نانا أياتك طريقة داما قصروا عليما كاكا طريقة فرين بلا الشيخ التجاني كو مقدمين يوكي وبه لونو تيجي منيوك وبه خليفة منيوك على الشيخ التجاني يا أكا خليفة يا باكا ني مقدم دو أيو مقدم يا يم بابولو لونو تيجي كوني كم أتو يا ركا أي لونو تكابو لونتي كلام هو بلا جلالة وما جن أشي أمو جن كايره هو برا الشيخ التجاني يرنا لونو تارا كابوكا شروط اللي فهم فيها كامل أكيد ينعدها شرط كمان في الطريقة إنا أتي جل مغو ناجر يا كسرة شروط طريق نهاري وموها كامل اللي أتي جل أنك طريقين الشرط بواجب يالينو ولو جل يا ما كسرة أنك أنك نيندو معظم ولا عمي أم برضو نيندي دي مانبولو هي جات النمو كاكو ولا الشراب شيلو الشراب كامل شيلو بلا جلي شريبي باو هاي الطريق شريبي من طريقين منا هاي طريقين منا ماي عاد ما نقول حد الله مامي ما ملا كف ما توقع مني ما مية طريقين منا شري مية طريقين منا وعجب ترك شري ترك الطريقين بلا الله مالي لا كان تسمع ولا شاف ترجع أما يي كفو أسجنا كاتلا طريقة ثانية والله ما البط أيوة طريقة أولى كاتوني وي وبي طريقة يكون أيوة بلا تو أيوة أنت جاني شو نقول أيوة أنت جاني أنا كان كاتوما نيو أم بيو مونيو نقول هذا سريف أم أنا كابو كوني سريف دي حاشا ما نقول على القادم
لا يموت إلا على سن الخادم الخادم الشخص الثاني ماشي هنا أنا ما بيفوت عنه. الشخص الثاني هو أخي فريق يعني ما من يأتي قتلة قبلة كوداي أتقول لهم هو بأتي سا سيادة طرقه فوق طرقه نعويا لك هذا نعويا لك. الشخص الثاني ما كان اسمه ماسيلا. لا يطرح. ماني. لا يطرح يعرض من هذا الشريف. ني ما من برا فوق ني تقول لهم هو يشتري بيده. شريف. والله إني يشتري بيده. من قال لك انه محفوظ لك انه ما يطلع يديه؟ من قال هذا؟ إيه كان نسبه دونكي ما كفو إيه كان نسبه لكان نيندو كفو نغت سكا توشي على دونيو فيه دونيو قارس ده يكفو لكان نيندو ما عندنا قرأينا ان الشرفاء أي من قال كفو شربو ما يجي المقدر أما فأني أقول شربو كل ثلاثة بوليك وما فأني جنيد بوليك بي وليجو بابا أني ننكر قيل له أيهزن العارف أيهزن العارف إسكي أبا نيدون بغا إسكي أبا جناياكي غلط أياك مدري جاي وكان قدر الله قدر المعذور أقول أنا قال لك ليكوني أنا قال لك لي وقولين له نظره ما غير اللي عنده غير اللي عنده ثلاثة كفو مغتسة بيبي أنا قال لك ليكو وحنس شفنا كتابنا أين يا أنك سيبنا دكتورنا كنا نقول أنك أنتو بيكا كما أنك سيبنا الشيخ سيدي أحمد التجاني كفو الشيخ سيدي أحمد التجاني خاتم الولاية ولجوك أسلم من بعد هو الشريف شريفه نسبه الشريف عليه نسبه لشريفه أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبي إليك صحيح الشيخ التجاني فلالك كرا يريدين كفو نكا نسبه كتابه كان تم رواية عرفه نما الشعر الشرح محفوظ لهم لا يسوي لا يسبوه أكو وليجو دون لندو كفو
مرتبه فيه هما اسره وكنا كبويا يلحق في اليوكان مرتبه نوما شام وصلى في لي أني جيمين بيكاكا وكسو ولا قصر يقولي ما حد ما حد مرتبة قطبانية ما هو خايف ما هو مؤمن مسترد أكو يدخل مرتبة قطبانية أكو وليجو تانكي إما مرحلة قطبة مرتبة إما غارانتي تانكي إما قطبة مرتبة إما غارانتي تانكي إما سوما إما غارانتي مني سيارة قطبة مرتبة ما غارانتي لا لا كتاب ما نوت إني ما سيارة قطبة مرتبة إما غارانتي يكفلي أني أكثر إلى بصره ما يسلم من السلب يكون من تعدى من وصل القطبانية أكو ما سيتي كسي وليو سيتي كسي فيليما فوني مامي فوني وليو من سيارة قطبية مرتبة ما من سيارة ينوكني يغارانتي أو من ضمنه ويني مامي قطب متمكن مأذون من الله ورسوله من يضمن أضمن رجاج مسلم ما ولن نقطبني نقطبني نوتي لا نوالجو من سمن بولا ويا غارانتي وبكسي أتي 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 كان مع الولاية والصلاح وهذا مع ملاذ يعني يعني لا بوران لا بوران زنونا أتو كفو والجوا والجوا سوى يعني جوني ما يعني ني كفيلي دو وكسر إلى قصره والشريف شريفي ما هو لا ينسى شرفه ني إيش شريفي رضو يا الله يعرف إن الشريف لا يسمي ضمنا يعمل شرف وعود محفوظ أكو شريفي ما هو دارك حفوظ من قلته أكو شريفي ني شريفي يردي يتغار فيه للدين يكون لك بويا ما يكون لك على الدين يكا شريفي لك السهل يردو عاد عنوان منين يتقضى طريق الشيخ التجاني ويتركها عاد عنوان على على قلت الخير ني نشري من الشيخ التجاني كاو ما يقبضها عليك على ما فهمني مهم ما الشيخ التجاني كاو طريقه من ما هو يقبضها ويتركها ذاك بعد عاد عنوان على قلت الخير اكو شري من الشيخ التجاني كاو وردي منا قتلك وبلا ويكون نقول كما شيء ده يوتي لما وقع بوي بسكت عندي فاين أنا ما مرة جانت من الناس يعلو يا عمي. أبصي أكيد نفهم فولي ما ندوي ما أو تقربوه كم كوي. جين كير يدور كير يفوق. هذا دعوة لما يحب. رجعنا من العالم بل القيوم.